العزيزات، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السادس في ثانوية عشتار الأهلية للبنات، وأنا مدرسكم إن شاء الله أحمد إسماعيل العلوي. فانتبهوا على الأسئلة راح ناخذها هسه، وأيضا على القطع المكافئ اللي بدينا به محاضرتنا اللي أتمنى أن تعيدوها أكثر من مرة وقلت لكم بيها، وراح نكملها اليوم في أسئلة. والأسئلة راح ناخذها هي جت بالامتحان الوزاري اللي امتحنوا بأخير شيء في الدور التكميلي اللي هو الدور الثالث. فانتبهوا على الأسئلة. نلاحظ المثال هذا اللي جاب الوزاري، قطع مكافئ معادلته أي إكس تربيع زائدا 4Y يساوي 0، يمر بالنقطة 1 1، جد قيمة A الثابت هذا A، ثم جد بؤرة ودليل القطع المكافئ. أي منحني يمر بنقطة تحقق معادلته، وأقدر أوجد أي ثابت موجود بغير X وY. فنلاحظ الآن النقطة 1 1، يمكن أن أعوضها X أخلي 1 وY أخلي 1 ونجد قيمة A، لأن النقطة تحقق المنحني، فالنقطة 1 1 تحقق معادلة المنحني بالتعويض. فراح أعوض مكان X أخلي 1، راح يصير A في 1 تربيع زائدا 4 في Y، Y أيضا 1 تساوي 0، وراح تكون A زائدا 4 تساوي 0، أنقل راح يصير A تساوي سالب 4 وهي قيمة الثابت A. أعوض الثابت A بالمعادلة مال القطع المكافئ، راح أصير سالب 4 X تربيع زائدا 4 Y تساوي 0، عوضتها الـ A طلع سالب 4 خليتها بمكانها. هسه أرتبها المعادلة القطع المكافئ، شلون أرتبها؟ أنقل الـ 4Y إلى الطرف الأيمن راح أصير سالب 4Y، وأقسم على معامل X تربيع حتى تكون من النوع اللي لازم بالبداية تكون X تربيع أو بالبداية Y تربيع، يعني X تربيع يساوي أو Y تربيع يساوي، حتى أقدر أحدد البؤرة والدليل لذلك القطع. فحولت الـ 4Y إلى الجهة اليمنى صار سالب 4Y، أقسم الطرفين على سالب 4 راح نحصل على X تربيع يساوي Y، فصارت هذه معادلة القطع. ورا ما طلعنا قيمة الـ A وعوضناها صفت المعادلة وأصبحت اسمها X تربيع يساوي Y، وهي من النوع الثاني الموجب، لأنه معامل Y موجبة و X تربيع تبدي بالبداية. الآن أقارنها هذه المعادلة بنوع القطع اللي مثلها. طبعا نوع القطع اللي يبدي بإكس تربيع وموجب يسموه إكس تربيع يساوي 4PY، هذا نوع القطع من النوع الثاني الموجب اللي هو مفتوح إلى الأعلى. أقارن ويا إكس تربيع يساوي Y وأساوي المعاملات، يعني 4P يساوي 1، 4P معامل Y يساوي 1 اللي هو معامل Y، فراح يصير 4P يساوي 1، أقسم على 4 إذن P تساوي ربع. من طلعنا قيمة الـ P ورا ما قارنا القطع بمعادلته من نوعه، راح أقدر أحدد البؤرة والدليل. طبعا عرفت أن القطع من النوع الثاني الموجب، إذن بؤرته لي فوق ودليله بالأسفل، بؤرته بين أجنحته، أجنحته تصير إلى الأعلى لي فوق أجنحته، ودليله يكون بالأسفل. فإذا راح تكون البؤرة ما دام بالأعلى صفر وبي، صفر وبي بين أجنحة القطع، والبي طلعنا ربع، راح تصير البؤرة اسمها صفر وواحد على 4 أو صفر وربع. الدليل قلنا دائما عكس البؤرة، كل معادلة قطع من النوع الثاني اللي هي X تربيع تساوي دليلها بدلالة Y، وإذا كانت من النوع الأول Y تربيع يساوي دليلها بدلالة X، هاي سبق وين قلناها بالمحاضرة السابقة. فإذا راح يكون الدليل Y يساوي عكس إشارة الـ P أو عكس إشارة البؤرة اللي هي صفر وربع،
كانت البعرة، فالدليل واي يساوي ناقص الربع. فأهم شيء بالقطع من نريد نطلع أي ثابت مجهول بضمن معادلة ويعطيني نقطة معينة، ما أنسى تلك النقطة تحقق القطع، أي تعوض X بمكان الـ X مال القطع وY بمكان الـ Y مال القطع وأطلع قيمة الثابت A. طلعنا قيمة الثابت A أعوضه، فأصبحت معادلة القطع جاهزة بدون أي ثابت، بس X وY أشوفها من يا نوع X تربيع بها فأخلي X تربيع لي قدام، لو كان Y تربيع أخلي Y تربيع لي قدام، وأقسم على معامل X اللي هو سالب 4، فصارت X تربيع يساوي Y، وأقارنها بمعادلتها من نفس النوع اللي هي X تربيع يساوي 4PY، وأساوي المعاملات راح نشوف الـ P ربع، فالبؤرة راح تكون ما دام أجنحتها مفتوحة إلى الأعلى، فالبؤرة تصير 0P، يعني 0.25، لأن P طلعت ربع. الدليل دائما عكس البؤرة وبدلالة Y، القطع اللي X تربيع يساوي دليله Y يساوي، واللي Y تربيع يساوي من النوع الأول دليله X يساوي بالعكس. فإذا البؤرة 0.25 والدليل Y يساوي ناقصا ربع. وهكذا وضحنا هذا السؤال اللي جاي بالبكالوريا قبل حوالي أسبوع آخر امتحان، هذا جاي بالوزاري وحليناه بشكل واضح، وقبل فترة حلينا ترى مثله اللي هو بالكتاب موجود في المحاضرة السابقة. نجي المثال الآخر اللي هو حلينا ذيك المرة مثله. يقول المثال الآخر قطع مكافئ يمر بالنقطتين، قطع مكافئ يمر بنقطتين، أول واحدة 1 سالب 2 والأخرى سالب 1 سالب 2، جد معادلته وبؤرته ودليله. أول شيء لازم أشوف النقطتين وين تقع، ألسمهم على المستوى الإحداثي. 1 سالب 2 في الربع الرابع، 1 سالب 2 هاي مكانها نقطة، وسالب 1 سالب 2 في الربع الثالث، فواحدة بالثالث وواحدة بالرابع، عرفتها. شو أسوي الآن؟ أجي من نقطة الأصل اللي هي رأس القطع المكافئ، أمرر جناح على النقطة الأولى وأمرر جناح على النقطة الثانية، ألاحظ أن القطع أصبحت أجنحته إلى الأسفل، أجنحته إلى الأسفل من نقطة الأصل إلى الأسفل. أنا مو بكيفي حسب النقاط، النقاط هي اللي جبرتني أن تكون أجنحته من الأسفل، إذا رح يكون القطع ما دام أجنحته إلى الأسفل أي مفتوح إلى الأسفل يكون من النوع الثاني السالب، يعني معناته المعادلة مالته X تربيع يساوي سالب 4PY من النوع الثاني السالب. الآن من عرفت نوع معادلته العامة من خلال شكل أجنحته وشلون مفتوح عرفناها، الآن راح أعوض بأي نقطة من النقاط في معادلته الكتبتها اللي عرفتها، يعني أعوض الـ X والـ Y لتكن هاي النقطة أو هاي النقطة نفس الشيء، فأعوض النقطة الأولى، كل X أخلي 1، كل Y أخلي سالب 2، فراح أصير 1 تربيع يساوي سالب 4P في سالب 2، أكمل تبسيط المعادلة، 1 يساوي 8P لأن سالب 4 في سالب 2 موجب 8، فصارت 1 يساوي 8P، إذن P يساوي 1/8، طلعت الـ P، من طلعت الـ P أرد أرجع أعوضه بمكانه، الـ P 1/8 أعوضه هنا بمكان هذا الـ P، فرح يصير X تربيع يساوي سالب 4 في 1/8 Y، أكمل وأشوف، فرح يصير X تربيع بعد الاختصار يساوي سالب 1/2 Y. زين، أنا شلون أقدر أعرف البؤرة والدليل؟ أنا الـ P من طلعت ثمن وأعرف أن القطع مفتوح للأسفل، إذا بؤرته رح تصير بين أجنحته، يعني على محور الصادات السالب، يعني معناته رح تصير البؤرة مالته 0 وسالب P، أي 0 وسالب 8، لأنه البي طلع ثمن. من هنا تكون بؤرته دائما البؤرة بين الأجنحة، ما دام الأجنحة للأسفل إذا رح تكون البؤرة على محور الصادات السالب، يعني معناته البؤرة رح تصير 0 وسالب P، 0 وسالب 1/8. الدليل دائما عكس البؤرة، يصير من فوق الدليل. شلون يعني من فوق؟ ما دام القطع X تربيع إذا الدليل Y يساوي عكس البؤرة،
زين البؤرة مو صار الصفر وسالب واحد على ثمانية، إذن الدليل راح يصير واي يساوي واحد على ثمانية. وهكذا من خلال القطع اللي يمر بنقطتين قدرنا أن نعرف معادلته ونعرف بؤرته ونعرف دليلها. وسبق وأنا أخذنا من هالسؤال سؤال سابق وشرحناه بالتفصيل، وإن شاء الله فترة معينة ونأخذ فيديو آخر. أهلا بكم مرة أخرى بناتي في أخذ أسئلة أخرى، سبق وأنا أخذنا مثلها بس رح نأخذ من مكان آخر أو من نظرة أخرى لإيجاد معادلة القطع بطريقة التعريف. المثال الأول أمامنا فانتبهوا بنات عليه. السؤال: مثال قطع مكافئ، معادلة دليل واي يساوي 5. نعرف احنا الدليل واي يساوي 5 من الأعلى، واي من الأعلى 5، إذا مفتوح القطع إلى الأسفل. هاي عرفته دائما الدليل عكس البؤرة. البؤرة منين ما موجود فتحتها بين أو مكانها بين الأجنحة، الدليل يكون في المكان المغاير بالعكس. إذا يسرى يصير يمنى، يمنى يسرى، أعلى أسفل، أسفل أعلى، بالعكس. نعيد السؤال: قطع مكافئ معادلة دليل واي يساوي 5، جد معادلته بطريقة التعريف. طبعا تعريف القطع غير مو رأسا نطلع معادلته من خلال نوعه اللي نعرفه، نوع أول موجب، نوع أول سالب، أو ثاني موجب ثاني. لا، التعريف شي يقول لي من تعريف القطع: كل نقطة تنتمي للقطع بعدها عن البؤرة يساوي بعدها عن الدليل. هذا تعريف القطع عرفناه سابقا في المحاضرة السابقة. يعني نحدد نقطة، أي يعني عرفت القطع مفتوح للأسفل لأن دليله على الواي بالأعلى موازي لمحور السينات، فرح يكون القطع مفتوح للأسفل كما وضحنا بشكل تخطيطي. حددنا نقطة اسمها AXY على أي جناح من أجنحته، منا أو منا من أي مكان، بعدها عن البؤرة يساوي بعدها عن الدليل. النقطة سميتها XY، النقطة المتحركة التي منها نطلع معادلة القطع. البؤرة رح تصير 0 ناقص 5 لأن الدليل واي يساوي 5 والبؤرة عكس الدليل. الدليل من فوق، إذن البؤرة من جوا. الدليل من فوق واي يساوي 5، البؤرة راح تكون 0 وسالب 5. طبعا هذه المسافة منها لنا هي 5 بس من فوق موجبة من جوا سالبة كإحداثيات. شلون نطلع النقطة كيو؟ أهم شيء هذه النقطة كيو اللي هي نقطة تعامد شنو المستقيم من أي على شنو الدليل، يسموه تعامد المستقيم من أي على الدليل. نلاحظ أن الX مالت النقطة Q نفس الX مالت الA نفسه، لأن هذا عمود، يعني هذا الX بالنار هنا نفس بالنار هنا. الY مال النقطة هو 5، فX 5، X 5. شوفوا هذا الX نفس الX مال الA، الX مالت النقطة اللي قلتها، فX 5، فإكس 5. شلون طلعت إكس 5؟ الإكس منا أنا نفس الإكس مع الأي اللي أنا قلت إكس واي، والخمسة هي البعد منا هنا اللي هو بعد الواي، فراح تكون النقطة كيو إكس 5. من تعريف القطع راح يكون أي إف يساوي أي كيو، أي إف يساوي أي كيو. شلون نطلع أي إف وأي كيو؟ بقانون دي، الجذر التربيعي لفرق الأكسات تربيع زائد فرق الوايات تربيع. خلينا نطلع أي إف. أي إف فرق الأكسات X ناقصا صفر تربيع، فرق الوايات Y ناقصا ناقصا 5 راح يصير زائد تربيع. نجي إلى أي كيو، فرق الأكسات X ناقص X راح يصير صفر تربيع، فرق الوايات واي ناقصاً 5 تربيع. طلعنا بعد أي إف، طلعنا بعد أي كيو بالإحداثيات. هسه نحلها للمعادلة. شلون نحل المعادلة؟ نربع الطرفين حتى يروح الجذر، ومن ثم نفتح الأقواس بالتربيع وفتح الأقواس. بالتربيع راح الجذر ويا الجذر. من نفتح الأقواس هذا إكس ناقص صفر يعني إكس تربيع، يعني إكس تربيع. واي نفتحها مربع حدانية، مربع الأول
إشارة الوسط ضعف الأول في الثاني 10 واي وزائد المربع الثاني 25. نيجي الطرف الأيمن x ناقص y زينا صفر، نفتح هاي مربع الثانية مربع الأول y تربيع، إشارة الوسط ناقص ضعف الأول في الثانية 10 واي وزائدا 25. نلاحظ 25 ويا 25 تروح تختصر تنطرح من الطرفين، وأيضا الواي تربيع ويا الواي تربيع، بقت x تربيع زائد 10 واي بالطرف الأيسر، ومن هنا بقت ناقص 10 واي. أنقل العشرة واي يم أختها الناقص 10 واي، فراح تبقى x تربيع بالطرف الأيسر وراح تساوي ناقص 10 واي ناقص 10 واي الأخ، يعني راح تصير x تربيع يساوي ناقص 20 واي، وهي معادلة القطع بطريقة التعريف. إذا أرد أتأكد الحل مالي هذا خطأ لو صح، أسوي معادلة القطع بالطريقة اللي أعرفها، القطع من النوع الثاني السالب، إذا معادلته x تربيع يساوي ناقص 4 في y، والبي مالتي هو 5، فناقص 4 في 5 y يعني ناقص 20 y، طلعت نفسها. وهكذا وجدنا معادلة القطع بطريقة التعريف مثل ما سوينا، بعد النقطة أي عن F يساوي بعدها عن Q، وجذور تصير بس الربع ونفتح الأقواس راح تطلع المعادلة مع القطع مثل ما نشوفها. راح ناخذ مثال آخر سبق وين هم أخذناه، بس راح ندخل بالبؤرة بدلالة الجذور التربيعية، موجود مثله بالكتاب. مثال رقم 2، جد معادلة القطع المكافئ الذي أولا بؤرته سالب جذر الثيتا صفر. أباوع طبعا هاي هنا مو بالتعريف، بطريقة القوانين المباشرة اللي يعرفها أنا. بؤرته سالب 2 صفر يعني بؤرته على محور السينات بس السالب يعني على اليسار، سالب جذر الثيتا صفر على اليسار. إذا القطع من النوع الأول السالب يعني معادلته واي تربيع يساوي ناقص 4 بي اكس على اليسار، القطع على اليسار النوع الأول السالب، والبي جذر 2 هاي سالب بي، دائما البي موجبة، فأعوض واي تربيع يساوي سالب 4 في جذر 2 اكس، وتطلع واي تربيع يساوي ناقص 4 جذر 2، دائما البي موجبة، هذه ناقص بي هاي مو بي، البؤرة ناقص بي صفر لأن من جهة اليسار. وهكذا طلعنا معادلة القطع، عرفنا نوعه وكتبنا معادلته وعوضنا البي بقيمة موجبة اللي هو البي، ناخذه أما من البؤرة أو من الدليل نفس الشيء. خلينا نلاحظ مثال آخر، جد هم جد معادلة القطع الذي معادلة دليله واي زائد جذر 3 يساوي صفر. أرتبها المعادلة الدليل، أنقل الجذر 3 يم الصفر فيصير y يساوي ناقص جذر 3. أفكر y يساوي ناقص جذر 3 يعني من الأسفل محور الإرصادات السالب، إذا ما دام الدليل بالأسفل إذا القطع مفتوح للأعلى، دائما فتحة القطع عكس الدليل، والبؤرة تحتضنها الأجنحة يعني تصير بين الأجنحة، فالبؤرة بين الجناحين والدليل بالعكس، إذا الدليل من الأسفل القطع فتحته للأعلى، إذا الدليل بالأعلى القطع فتحته بالأسفل، دائما الدليل عكس البؤرة والبؤرة عكس الدليل. فعرفنا الدليل y يساوي ناقص جذر 3، إذا القطع ما دام دليله من الأعلى إذا فتحته إلى الأسفل يعني من النوع الثاني الموجب. الدليل y يساوي سالب جذر 3، عفوا y يساوي سالب جذر 3 من الأسفل، y يساوي سالب جذر 3 من الأسفل، إذا القطع من الأعلى عفوا، فالقطع مفتوح إلى الأعلى لأن دليله بالأسفل، y يساوي ناقص جذر 3، y يساوي ناقص جذر 3 يعني معناته بالأسفل، فالقطع راح يكون فتحته إلى الأعلى. زين لو كان بالعكس الواي موجبة لفوق راح يصير الفتحة مالته إلى الأسفل. فهنا نلاحظ الدليل y يساوي ناقص جذر 3، إذا البؤرة صفر وجذر 3، راح يصير البؤرة صفر وجذر 3 يعني عكس الدليل، صفر وجذر 3 يعني معناته البؤرة راح تكون لفوق. من تكون البؤرة صفر وجذر 3 يعني القطع من النوع الثاني الموجب، القطع من النوع الثاني الموجب يعني معادلته x تربيع يساوي 4 بي واي، معادلته x تربيع والبي دائما ناخذ الموجب يعني سواء منا او منا، البي معليه بالاشاره، هذه هم بي بس هاي سالب بي وهنا بي، فناخذ البي جذر 3 نخليه هنا، فصير x تربيع يساوي 4 جذر 3
في واي يعني 4 جذر 3 واي وهي معادلة القطع. أكرر وأقول مرة أخرى بالبداية يعني أيضا قلتها بس بالشكل هسه راح أقولها بالشكل الواضح والصحيح. الدليل واي يساوي ناقص جذر 3، يعني الدليل من الأسفل، بنات ديروا بالكم الدليل من الأسفل واي يساوي جذر 3، إذا القطع مفتوح للأعلى. الدليل بالأسفل، هذه المعادلة الدليل بالأسفل، إذا القطع مفتوح للأعلى يعني من النوع الثاني الموجب، وهكذا طلعنا معادلته والبي دائما موجبة. وهكذا حلينا وشرحنا أسئلة مرة أخرى سويناها وشرحناها سابقا، وإن شاء الله فد لحظات ونأخذ فيديو آخر على القطع الناقص، رح نأخذ فيديو على القطع الناقص وبس بداياته بس تعريفه ونوعه نأخذ، وبعدين نستمر ونأخذ في محاضرة باشر يوم الخميس بالدرس، ويوم السبت أيضا نأخذ أيضا شرح أكثر وأكثر إيضاحا. أهلا وسهلا بكم بناتي العزيزات الشاطرات، رح نأخذ هسه طبعا كملنا القطع المكافئ في كل حالاته، ما بقى سؤال يعتب علينا، حلينا أسئلة الكتاب كلها، أسئلة الوزارية، الأمثلة، ما بقى شيء ما شرحناه بالقطع المكافئ، بس أريد إعادة المحاضرة السابقة والمحاضرة هذا أيضا بالقطع المكافئ نعيدها، وأيضا بالدرس هم راح أشرح بالدرس يوم غد ويوم السبت الجاي هم راح أشرح القطع المكافئ ونأخذ أسئلة عليه، بس أريد منكم تعاهدوني أن تقرون المحاضرات السابقة الألكترونية، وأيضا هذه المحاضرة اليوم مرة أخرى مرة مرتين ثلاثة على كيفكم قروها، ومتأكد أني راح تفهموها زين. فراح نأخذ هسه قطع آخر بس راح نأخذ تعريفه وصفاته، بعدين نأخذ أسئلة عليه في الدروس القادمة. فالقطع الناقص هو عبارة عن رسمة يكون شكل بيضة، لو بيضة قاعدة يسموها، لو بيضة واقفة هنا بالجهة الأخرى، هنا بيضة واقفة بالجهة الأخرى. فتعريفه شنو للقطع الناقص؟ مجموعة هم غير منتهية من النقاط تتحرك بمسار بيضوي، مجموعة غير منتهية من النقاط تتحرك في مسار بيضوي، بحيث كل نقطة منها مجموع بعديها عن نقطتين ثابتتين يسموها البؤرتان، دا عندي بؤرتين مو بؤرة واحدة بالقطع الناقص، عدد ثابت يسمى 2A يسموه المحور الكبير. يعني شنو أقصد؟ أي نقطة أختارها هنا، هاي هنا بعدها عن البؤرة الأولى زائدا بعدها عن البؤرة الثانية يساوي 2A، 2A هو المحور الكبير من هنا، كبير اللي هو اللي قاطع القطع من محور السينات الكبير، هذا يسموه المحور الصغير وهذا يسموه المحور الكبير. ألاحظ النوع الأول، نوع الأول هي بيضة جالسة براحتها ويكون مركزه نقطة الأصل، يعني بالضبط البيضة بالسنتر مال نقطة الأصل والإحداثيات تتحرك عليها سيني وصادي. شنو صفات النوع الأول؟ رؤوسه اللي هي يسموها أي صفر، ومنك سال دائما تماثل أكو بين اليسار واليمين والأعلى والأسفل، رؤوسه يسموه أي صفر وسالب أي صفر على محور السينات، هذا النوع الأول. بؤرتاه بالوسط هم على نفس مكان الرؤوس، إذا الرؤوس على محور السينات البؤرتين هم على محور البؤرتين ويا الرؤوس، البؤرة الأولى سي صفر والثانية سالب سي صفر لأنها على محور السينات، فالبؤر والرؤوس على محور السينات، واحدة منها واحدة منها، واحدة موجب واحدة سالبة، وهكذا البؤر. قطبيه هذول يسموها تقاطع مع محور الصادات اللي هو المسافة القصيرة يسموها أقطاب، بولز يسموها أقطابه، أول قطب يسموه صفر وبي لي فوق، وثاني قطب صفر وناقص، هم تماثل منها موجب منها سالب، قطبيه صفر بي وصفر سالب بي على محور الصادات، شوف قطبيه على محور الصادات. محور الكبير يسموه 2A، محور الكبير 2A منا لهنا، منا A ومنا A راح يصيرون 2A كطول على محور الصادات، 2A على محور السينات عفوا، محور الكبير على محور السينات اللي هو 2A. محور الصغير هسه 2B على محور الصادات، منا بي ومنا بي راح يصير 2B، بس أريدكم تتعلمون شلون وضعية الحروف
والشغلات اللي تخصها للقطع. ما عندنا غير بس بدنا ناخذ تعريف اليوم، ما ناخذ اسئله عليه. البعد بين بؤرتيه منا سي ومنا سي، اذا بصير 2 سي، مثل ما نقول المحور الكبير 2 اي، المحور الصغير 2 بي، والبعد بين البؤرتين 2 سي. اكو فد مقدار يسموه الانحراف المركزي او الاختلاف المركزي، يسموه بالانجليزي center of deviation. هذا الاختلاف المركزي قيمته دائما سي على اي، سي هي البؤرة واي هي احد رؤوسه، سي هي البؤرة واي احد رؤوسه، سي احدى البؤرتان، سي كرقم موجب. دائما الاي والبي والسي موجب، مثل ما كنا نقول بالقطع المكافئ البي موجب، فهنا الاي والبي والسي موجب كله، فراح يكون اختلاف المركزي سي على اي دائما قيمته اصغر من واحد. ليش اصغر من واحد؟ لان دائما الاي اكبر من سي، الاي اكبر الكل في القطع الناقص، الاي اكبر من الكل، يعني اي اكبر من سي واي اكبر من بي، اي اكبر من سي واي اكبر من بي، الاي الكبيره بالنوع القطع الناقص، دائما الاي هي الكبيره يسموها، اللي هي راس القطع الاي، تكون على محور السينات، لان بدنا نحكي نوع اول. شنو العلاقه بين اي وبي وسي؟ يسموها علاقه فيثاغوريه، مثل فيثاغورس، دائما العلاقه بين، يعني نوبات مثل يعطينا بي ويعطينا سي يريد اي، او بالعكس، يعني اي اثنين يعطينا يريد الثالث. فشنو العلاقه بين اي وبي وسي؟ حفظوها، اي تربيع يساوي بي تربيع زائد سي تربيع، اي تربيع يساوي بي تربيع، هاي العلاقه بين اي وبي وسي، اي الكبيره، فاذا بدي باي تربيع، شلون طول الوتر تربيع بمبرهنة فيثاغورس، فاي تربيع يساوي بي تربيع زائد سي تربيع، هذه العلاقه بين اي وبي وسي. نجي معادلته، شلون نكتب معادلته وهو النوع الاول؟ اكس تربيع على اي تربيع، الاكس ويا الاي، زائدا واي تربيع على بي تربيع يساوي واحد، هذه كلها تحفظ، قوانين تحفظ. النوع الأول معادلته X تربيع على أي تربيع زائدا Y تربيع على B تربيع يساوي واحد. شوفوا زين قدامكم، X ويا الـ A وY ويا الـ B. نجي إلى أكو شغلتين بي أيضا، المساحة والمحيط، لأن مغلق، ما دام مغلق إذا أقدر أطلع محيطه ومساحته. فالـ A الـ area يعني المساحة، A في B في باي، الـ A تعرفوها شنو راسه، والـ B قطبة، كعدد موجب، دائما الاي والبي والسي موجب، فاذا الاي الاريا او المساحه اي في بي في باي. المحيط شو يساوي؟ هم هاي قوانين تحفظ، 2 باي تحت الجذر يمها اي تربيع زائد بي تربيع على 2. هذا اذا يقول لي جد مساحته او جد محيطه، نطبق اي بي في باي مساحته و2 باي جذر اي تربيع زائد بي تربيع على 2 هي المحيط. نلاحظ النوع الثاني، النوع الثاني أيضا بيضة بس واقفة، واقفة على محور الصادات، كان قبل البيضة على محور السينات، قاعدة يسموها، هسا بيضة واقفة. النوع الثاني بيضة واقفة، راح تتبدل الأمور بالعكس، راح تصير رؤوسة على محور الصادات اللي هي صفر وأي، ورؤوسة دائما الحافات المدببة يسموها العريضة، الحافة المدببة العريضة اللي هي تنطي راحة في 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 التشكيل أو في الترتيب. فإذا الرؤوس صفر وأي وصفر وسالب أي على محور الصادات، بؤرة صفر وسي وصفر وسالب سي هم على الصادات، النوب قطبية على السينات بالعكس، ذاك النوع كانت رؤوسة وبؤرة على السينات وقطبيه على الصادات. هسه بالعكس، النوع الثاني رؤوسة وبؤرة على الصادات وقطبيه على السينات، قطبيه بي صفر وسالب بي صفر. محور الكبير أيضا البعد بين أي وسالب أي اللي هو 2 أي على محور الصادات، محور الصغير 2 بي على محور السينات، بعلي محور الصغير على السينات، محور الكبير على الصادات، بالعكس صار بالعكس النوع الثاني، بعد بين بورتيها 2 سي، نفس الشيء، اختلاف المركز هم سي على أي، قيمة الاختلاف المركزي دائما أقل من واحد. ليش أقل من واحد بالقطع الناقص؟ لأن السي أصغر من أي، الأي أكبر الكل،
أي أكبر من بي وأي أكبر من سي، يعني أي أكبر الكل وموجبه، والبي والسي هم موجبه، كلها قيم موجبه تدخل في تكوين القطع الناقص. زين، العلاقة بيناتهم نفس اللي كتبناها فيثاغورس، أي تربيع يساوي بي تربيع يساوي سي تربيع، بس مباوع معادلته هنا ذاك كانت معادلته اكس تربيع على اي تربيع، يعني الاكس يروح ويا الاي، والواي هسه بالعكس، الواي تربيع على اي تربيع والاكس تربيع على بي تربيع، لان الواي باع الواي، الواي هذا الواي ويا الاي والاكس ويا البي، ذيك هسه كان بالعكس، الاكس ويا الاي نوع الاول والواي ويا البي. اذا معادله القطع من النوع الثاني تحفظوها للمعادله، واي تربيع على اي تربيع زائدا اكس تربيع على بي تربيع يساوي، ذاك كان بالعكس اكس تربيع على اي تربيع، لان كان قاعد الاكس على الاي، هسه لا الواي على الاي، صار بالعكس، فراح يصير واي تربيع على اي تربيع زائدا اكس تربيع على بي تربيع يساوي. ما اريد منكم بالقطع الناقص الا ان تحفظون ترتيبه، نوعه، مفرداته ومعادلته، والامور المتعلقه بالاي والبي والسي ومساحته ومحيطه، بس تحفظوهن لاني ما اريد غيرهن، ونستمر في طبعا محاضرات اخرى ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله بخير وسلامه، وتصبحون على خير.